شنو هذا صاير؟ في احد قاعد يكسر الباب علينا ولا شنو؟ الله يستر يا رب، من هذا اللي قاعد يطق الباب علينا بهالطريقه وبهالحزه بعد؟ الله يستر يا رب لا يكون هذول حراميه. اقعد يا ابو سالم، اقعد اقعد، في احد قاعد يطق الباب علينا ويمكن هذول حراميه. قوم قوم بسرعه. اوف اوف، شنو هذا؟ من اللي قاعد يطق علينا الباب بهالطريقه وبهالحزه بعد؟ روحي روحي يا ام سالم، نزلي تحت، هم شكلهم قاعدين يكسرون الباب، روحي تحت بسرعة. شنو هالطق يا ام سالم؟ هذا شكلهم حرامية وقاعدين يطقون الباب عشان يكسرونه، انا وايد خايفة وايد. اوف اوف على هالصوت، هم شكلهم كسروا الباب، روحي يا ابو سالم انزل بسرعة وشوف شنو صاير. اوف يا ابو سالم، انا قاعد اسمع اصوات غريبه بالبيت، هما شكلهم كسروا الباب ودشوا. اي يا ام سالم، هما شكلهم بالبيت، روحي بسرعه فوق عند الغرفه، روحي بسرعه بسرعه. الله يستر يا ابو سالم، الله يستر، هما اشكالهم غريبه وايد وتخرع، انا خايفه وايد يا ابو سالم، خايفه وايد وايد، اول مره بحياتي اشوف اشياء كذي. وانت يا صايجه يا ام سالم، الاشكال وايد غريبه، بسرعة غروا حق سناء وسالم ونساعدهم وننقذهم قبل لا يجون. الحمد لله للحين ما دشوا غرفة سناء، زين انها ليما الحين نايمة. قعدي يا سناء، قعدي بسرعة، في شي غريب صاير بالبيت هني، دشوا علينا كائنات غريبة، قومي بسرعة بسرعة قبل لا يجونك. انا وابوك وايد خايفين، يلا قومي عشان نروح النادي سالم بعد. كائن شنو يما؟ اش يا سناء اش، وطي صوتش لا يسمعونك ويونه هني عندنا. اش راح نسوي يا مسالم، اش راح نسوي؟ انا خايفة وايد، ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. نطري يا مسالم، خل اروح انادي سالم وايج. سالم يا يبا، امش كلنا نصعد فوق عند غرفة النوم عشان في كائنات غريبة عندنا بالبيت هني، واحنا راح ننخش عندهم عشان ننقذ نفسنا. ها يبا، كائنات شنو؟ كائنات بحرية يعني ولا حيوانية؟ مو وقت طازتك يا سالم، اسمع كلامي وامشي نروح فوق بسرعة. طيبة ايش راح نسوي الحين؟ ما ادري يا سنة ما ادري، انا حتى تليفوني تحت ما جبته معاي، انا جيت بالاسانسير على طول. يبا ايش راح نسوي بتليفونك يعني؟ راح ندق على الشرطة عشان يجون يساعدونا. بس ما راح نقدر ندق الحين على الشرطة لان التليفون مو عندنا، ما راح نقدر ننزل، إذا نزلنا راح ياكلونا. يما أنا وايد خايفة، أمانة قولي لي شنو راح نسوي الحين؟ أمباي شنو هذا؟ هذا اليوم يا أبو سالم، شوف وراك يا أبو سالم، مصيبة مصيبة اللي صارت الحين. أعوذ بالله، شنو هذا؟ منو أنت وش تبغى من عندنا؟ أمباي شنو هذا؟ أشكالهم وايد تخوف. واي يما يما، لحقيني يما بسرعة لحقيني. يما تعالي بسرعة اخذيني قبل ما ياكلني. يما راح ياكلني راح ياكلني، تعالي يما. امبي سناء بنتي وين؟ الصار شنو هذا؟ كلا بنتي يا ابو سالم، كلا بنتي. انا ما راح اقدر اتحمل اكثر من كذي، الحين راح ياكل ولدي، شو اسوي يا ابو سالم شو اسوي؟ ما ادري يا ابو سالم ما ادري، نطري خلينا افكر بشي يخليهم يروحون. يا ربي أكل سناء وسالم وأكل بعد يروحهم، أنا لازم أتصرف، أكل هني بسرعة. أنا راح نخش هني على ما أعرف شو راح أسوي. يا الله يا رب، لازم لازم أسوي شي وأتصرف ويطلعون من هني. يا رب ما راح يلاقوني، يا رب هذول أكيد أكلين لحوم البشر، إن شاء الله ما راح يدلون مكاني ولا يعرفون أنا وين. إيه أنا عندي فكرة، هما أكيد الحين شبعوا عقب ما أكلوا سالم وسناء وأبوهم بعد، أنا لازم أنقط عليهم شي عشان يدشون داخل، يعني لازم أصيدهم وبعدين راح أنقص بطنهم وأطلع عيالي وأبوهم بعد، وأهما توهم ماكلينهم أكيد للحين ما انهضموا. أنا راح أروح الحين بسرعة لهم وإن شاء الله ما راح يشوفوني ولا راح يلاحظوني، وأنقط عليهم شي ويصيدهم بسرعة. وهذا الشبك يبته، خل أروح بسرعة ولحق عليهم وإن شاء الله ما راح يشوفوني. هذول نايمين عقب ما كانوا عيالي وزوجي،
خلي أقط عليهم الشبكة بسرعة قبل لا يقعدون. الحمد لله قدرت أحطهم بالشبك. أكلهم يخرع وايد بس ما عليه، أهم شيء إن أنا صدهم. والحين راح أشك بطنهم وأطلع أهلي فيهم وأطلع أهلي منهم. الحمد لله الحمد لله إني قدرت أطلعكم، والحمد لله إنكم للحين عايشين. يلا أمشوا بسرعة خلنا نحاش من هني. تصدقين أنا للحين خايفة؟ أنا لما دشيت بطنهم وايد تخرع، شكلها وايد مو حلو وكبيرة وايد ظلمة. اي ماي صح صح شكل بطنها وايد يخرع. عين يلا امشوا من هني بسرعة يلا. الحمد لله ان قدرنا نطلع من البيت. الحين لازم ندق على الشرطة من اي تليفون وشوف لنا حل حق هالمصيبة اللي احنا فيها. اي صح يا مسالم معاك حق، انا دقيت على الشرطة وقالوا الحين يون. الحمد لله ان الشرطة جت بالوقت المناسب. السلام عليكم، الكائنات الغريبة اللي قلتلنا عنها وينها؟ موجودين داخل، وأنا حطيت فوقهم الشبك عشان ما يقومون من مكانهم. الحمد لله أنتم قدرتوا تصيدونهم. ما شاء الله فكرتكم وايد حلوة، أنتم تخشونهم بالشبك. وبشذي حلقة اليوم خلصت، نشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وأهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.